السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في قناتكم قناة عالم ليلى. لأول مرة زورنا جديدة، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلها إشعارات الفيديوهات القادمة. إذا بنات، اليوم جيتكم بوصفة جديدة لزيادة الوزن. كنت حطيتها في القناة ومحيتها لأنه كان فيها موسيقى، والآن عاودت حطيتها باش يستفادوا منها المشتركين الجدد، وهي بالتين المجفف. وكذلك نحتاج فيها الحبة الحلوة ولا حبة حلاوة، وهي تختلف عن زريعة البسباس. شوفوا الفرق. اليوم نحتاج حبة حلاوة أو اليانسون، كذلك مليحة بزاف لمرضى القولون العصبي، يعني راح تطرد الغازات وكذلك تهدئ الأعصاب، وهي بديل جيد للحلبة لأنه الحلبة كاين بزاف اللي ما يحبوش الرائحة تاعها. ونحتاج كأس من الحليب يكون كامل الدسم، ضروري إذا كان عندك منزوع الدسم ضيفي له ملعقتين من الحليب البودرة أو حليب النيدو، وكذلك الحليب رائع جدا في زيادة الوزن. يلا روحوا مع بعض لطريقة تحضير هذه الخلطة. في كأس من الحليب ضروري يكون ساخن، نضيف من 4 إلى 5 حبات من التين المجفف، يعني راح يخلي لنا هذاك الحليب الساخن التين يطرى ويسهل لنا من الأكل تاعو لأنه يكون يعني يابس شوية. هكذا، ونضيف ملعقة من الحبة الحلوة، راح تعطينا طعم رائع لهذا المشروب، كذلك رائحة جميلة وراح تفتح الشهية. إذا بنات، نغطوا هذا الخليط لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى نتأكدوا بأن هذاك التين طرى والحبة الحلوة طلقت كامل مفعولها. بعد مرور 4 ساعات، يعني طريقة الاستعمال تاعو، يا إما تشربي المحلول وتاكلي حبات التين بعد ما تكون طرات، يا إما تضربيه في الخلاط الكهربائي. طريقة الاستعمال، تستعمليه من الأحسن تستعمليه مرتين في اليوم، مرة على الريق وكذلك مرة قبل النوم، وراح تلاحظوا نتائج مبهرة بإذن الله. فقط داوموا على هذه الوصفة وإن شاء الله توصلوا للنتائج المرجوة والوزن المطلوب. إذا بنات، أنا وصلت لنهاية الفيديو، ما تنسوا تشاركوه مع